أنا أعتقد أن يعني ندوة تعزيز التعاون الدولي في موضوع مكافحة الاتجار البشر ندوة مهمة وقيمة في وقت مهم، وفي وقت أيضا السعودية تحقق مراتب متقدمة جدا في موضوع مكافحة الاتجار بالأشخاص دوليا. الندوة كان فيها طبعا حضور أصحاب المعالي، معالي مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور هالة تويجري، معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبد الله أبو ثنين، وكذلك الأستاذ محمد زرقاني المنسق المقيم المتحدة في السعودية. كل هؤلاء الأربعة تحدثوا بشكل واضح على الجهود الدولية، جهود الجهات الأمنية مع الجهات السياسية مع الجهات التشريعية مع الأمم المتحدة في جهد دولي كبير جدا لمكافحة الاتجار البشر، يأتي من اكتشاف الحالة إلى أو استقبال البلاغ إلى معالجة الحالة ومن ثم توعية المجتمع فيما يتعلق بالاتجار بالبشر. أنا أعتقد أن الجهود الدولية كبيرة جدا ولكن لا يمكن الحديث عنها ولا يمكن الحديث عنها بشكل كامل، ولكن أهم جهود دولية موجودة هي في التشريعات، وجود تشريعات، وجود اتفاقيات، وجود معاهدات يتم التوقيع عليها، يتم الاستفادة من هذه الاتفاقيات بتطوير الأنظمة الداخلية المتعلقة بمكافحة الاتجار البشر، ومن ثم الوصول إلى مرحلة متقدمة جدا وهي الالتزام كما فعلت السعودية بالتوقيع على اتفاقيات كثيرة منذ عام 2007 وحتى اليوم التزمت بهذه المعاهدات، قامت بتطوير أنظمتها المتعلقة بالعمل والعمال، كذلك بتعزيز الجهود من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.